الحمل على مستوى الجمهورية الحمد لله، حتى نعرف الناس بالدستور ومحاسن الدستور، ونحث الناس على التصويت بنعم، وبرضه نوضح للناس خطورة المرحلة، وان التصويت بنعم ده معناه ان بداية مرحلة الاستقرار وبناء المؤسسات الدولة. لو حد هيتكلم على الشريعة وتحديدا جماعة الإخوان، لو هتزايد في مسألة الشريعة، فإحنا بنؤكد للشعب المصري مرارا وتكرارا أن هذا الأمر محسوم تماما، فهذه التعديلات الدستورية، وعلى العكس هذه التعديلات حفظت هوية البلاد الإسلامية، حفظت مرجعية الشريعة، وأن تشغيب الإخوان الآن غير منطقي وغير مبرر، وبالعكس متناقض جدا لما كان عليه الوضع منهم تحديدا في 2012.